السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحبايبي حلوين في مدارس دار المعارف قسم اللغة العربية للصف الأول ابتدائي. النهاردة يا حبايبي حلوين هناخد نشيد مع بعض، واسمه الكون المشرق. اسمه ايه؟ اسمه الكون المشرق. الكون المشرق، الوجه المشرق للكون، يتكلم كل الألوان. اللون الأخضر أشجار تتمايل في كل مكان، واللون الأزرق أنهار وبحار من خلق الرحمن. تاني مع بعض. الكون المشرق، الوجه المشرق للكون، يتكلم كل الألوان. اللون الأخضر أشجار تتمايل في كل مكان، واللون الأزرق أنهار وبحار من خلق الرحمن. يعني ايه الكون المشرق؟ عنوان النشيد، عنوان النشيد اسمه الكون المشرق. يعني ايه الكون المشرق؟ المشرق معناه المضيء المنير. الوجه المشرق للكون يتكلم كل الألوان. يعني ايه؟ يعني مش معنى ان الكون كله لون واحد، لا، الكون فيه الوان، من محتوياه الوان متعددة. يعني في جوه الكون ايه؟ في الوان بني، اخضر، اصفر، ازرق الى اخره. يتكلم كل الالوان مش معناه ان هو يتكلم، لا، يعني احنا عارفين ان الالوان بتعبر عن حاجات. يعني اللون الاخضر اشجار تتمايل في كل مكان، احنا عارفين ان الاشجار الوانها ايه؟ بيكون لونها ايه؟ لونها اخضر. بيقول اللون الأخضر أشجار تتمايل في كل مكان. تتمايل معناها تترنح. تترنح يعني ايه؟ يعني تتحرك يمينا ويسارا، تتمايل في كل مكان. واللون الأزرق أنهار وبحار من خلق الرحمن. احنا عارفين ان الأنهار والبحار ألوانها بيكون ايه؟ بيكون أزرق. وبحار من خلق الرحمن. خلق الرحمن، الرحمن ده اسم من أسماء الله عز وجل. تعالوا يا حبايبي ناخذ نقرأ النشيد مع بعض تاني. الكون المشرق، الوجه المشرق للكون، يتكلم كل الألوان. اللون الأخضر أشجار تتمايل في كل مكان، واللون الأزرق أنهار وبحار من خلق الرحمن. اللغويات، الكلمة معناها المشرق معناها ايه؟ المضيء. يتكلم معناها يتحدث. يتكلم معناها ايه؟ يتحدث. تتمايل معناها ايه؟ تتأرجح. تتأرجح. تتمايل معناها ايه؟ تتأرجح. الوجه جمع ايه؟ جمع وجه ايه؟ وجوه. وجمع لون الوان. وجمع الشجرة الاشجار. وجمع مكان اماكن. وجمع نهر انهار. وجمع بحر بحار. واللي ايه اكمل. اللون الاخضر، اللون الاخضر بيعبر على ايه؟ زي ما قلنا مع بعض، احسنتم، اشجار. واللون الازرق بيعبر عن ايه وايه؟ ايه اللي بنلونه باللون الازرق؟ نفكر مع بعض، أحسنتم، البحار والأنهار. ابحث في النشيد عن كلمات لها نفس الوزن. كلمة أشجار عايزة كلمات على نفس الوزن. إيه هي؟ يعني نفس النغمة بتاعتها. نفكر مع بعض، أحسنتم، أنهار. طب كلمة ألوان عايزة كلمات على نفس الوزن. إيه هي؟ أحسنتم، مكان. كده يا حبايبي حلوين نكون خلصنا النشيد مع بعض، ونلتقي المرة القادمة مع درس جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.